سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في جنوب افريقيا، واللي في الحقيقه الراجل عمل مجهود كبير جدا على مدار الرحله دي كلها. احنا عايزين نحييه على الشغل الكبير اللي هو عمله، وعايزين نبارك له ونبارك للبعثه كلها بعد تاهل النادي الاهلي لدور نصف النهائي. يا رؤى الف مبروك، وطمنا الكواليس عندك ايه بعد التاهل؟ كل التحيه ليك زميلي امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. مبروك ليك يا امير، مبروك لينا كلنا، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. الشغل اللي احنا عملناه صدقني يا امير والله ده يعني شغل المجموعه والجروب اللي كان موجود معانا كله في قناه النادي الاهلي، ليهم مني انا شخصيا كل التحيه وكل التقدير. فرد فرد، وده دورنا دايما في منظومه عمل النادي الاهلي، ودورنا دايما ان احنا دايما نادي شغلنا على افضل ما يكون، ونقدم لجمهور النادي الاهلي كل شيء هو نفسه يعرفه، كل الامور ان شاء الله اللي تكون في مصلحه النادي الاهلي. طمنا يا فاروق، الاخبار عندك ايه؟ الكواليس، المعنويات عند لعيبه النادي الاهلي بعد التاهل. خليني اقول لك يا امير، عقب يعني تاهل النادي الاهلي للدور نصف النهائي وان شاء الله مواجهه فريق الوداد وتخطي عقبه فريق صن داونز، كانت واحده من اهم المباريات في مشوار النادي الاهلي. شفنا الحاله المعنويه والفرحه اللي كانت تعم ارجاء بعثه فريق النادي الاهلي هنا، الكابتن محمود الخطيب ومعالي السفير شريف عيسى والاستاذ طارق قنديل وكل افراد بعثه فريق النادي الاهلي وايضا اللاعبين. تقدر تقول ارتياح كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، مش عايز اقول لرد الاعتبار، ده دايما الهدف بتاعنا في النادي الاهلي ان احنا دايما بنبحث عن البطولات، نبحث عن الانتصار على اي فريق. فريق لعبه النادي الاهلي ما بينهم وبين بعض كان تعهد الموسم الماضي ان احنا ان شاء الله هنرجع للبطوله الافريقيه، نتجاوز صن داونز، وبالفعل تحقق ما اراد لاعبي النادي الاهلي، تحقق لهم ما ارادوا. النهارده يا امير يعني في ظل ارتفاع الروح المعنويه والحاله اللي عليها بعثه فريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي ومستر ريني فايلر صمم ان اللعيبه تادي مران النهارده، المران تقدر تقول المران الاخير هنا في بريتوريا بجنوب افريقيا. خلاص طوينا صفحة المشوار الافريقي والبطولة الافريقية، عندنا مشوار في الدوري، عندنا لقاء سموحة، فريق بدأ يستعد للقاء سموحة من اليوم، النهاردة كان مران فريق النادي الاهلي في 8 الساعة الرابعة عصرا في الملعب الخاص بحديقة المتحف الرئاسي اللي بيقع امام فندق اقامة فريق النادي الاهلي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يكون موجود في المران، شفنا تفاعل كبير جدا اثناء اداء لاعبي النادي الاهلي للمران من جانب يعني الكثير من ابناء وابناء وشعب الجنوب افريقي وابناء بريتوريا. زي ما انت عارف يا امير ان النهارده الويك اند بالنسبه لبريتوريا او لجنوب افريقيا، الجميع في الحدائق، الجميع متواجد، الجميع تفاعل مع فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. شفنا يعني بعض الصبيه والاطفال كانوا بيحاولوا يقلدوا نفس الحركات اللي بيأديها لاعبي النادي الاهلي في المران، الجميع حيا لاعبي النادي الاهلي على المباراه بالامس واشادوا بفريق النادي الاهلي. ويعني برضو يا امير لو تطرقنا نقطة وسائل الإعلام هنا في بريتوريا سواء صحيفة ذا ستار أو بريتوريا نيوز أو بيزنس داي، يعني أكبر ثلاث صحف موجودين هنا في بريتوريا أشادوا بفريق النادي الأهلي وأشادوا بمستر فايلر وتعاملوا مع اللقاء، وإن يعني الصحافة هنا قالت إن فعلا النادي الأهلي حقق اللي هم قالوا عليه، وإن هم توقعوا إن النادي الأهلي هيصعد من هنا من بريتوريا. ويعني في سرد لهذه الأمور إن النادي الأهلي كان هو الأفضل، النادي الأهلي كان يعني كان قريب جدا من الفوز، قالوا ان النادي الاهلي قدر يفرض اسلوبه وريني فايلر قدر يفرض اسلوبه على موسيماني، وان موسيماني ما عرفش يفلت من شباك النادي الاهلي في على مدار 90 دقيقه في القاهره او 90 دقيقه في الاستاد لوكاس موريبي. الجميع اشاد بلعب النادي الاهلي، اشادوا باداء عمرو السوليه، واشادوا باداء ياسر ابراهيم واليو ديانج، واشادوا باداء اليو باجي وباركو للنادي الاهلي، وايضا يعني مسؤولي صن داونز باركوا للنادي الاهلي الصعود وتمنوا للنادي الاهلي التوفيق واستكمال المشوار. نقول ايضا يا امير على المران الفريق اللي النهارده زي ما قلنا ادى مران النادي الاهلي مران خفيف كده للعيبه المجموعه اللي شاركت في اللقاء بالامس من اجل الاستعداد للقاء سموحه، يعني خلال يعني تقدر تقول دقائق بسيطه ان شاء الله هيكون في احتفاليه عاملها لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني للكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، يعني عيد ميلاد الكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، احتفاليه عاملها بعثه فريق النادي الاهلي الجهاز الفني واللاعبين للكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه وحضور الكابتن محمود الخطيب. يعني عقب انتهاء الاحتفاليه بمشيئه الله يا امير هيتوجه لاعبي النادي الاهلي الى الفندق، الى معذره من الفندق الى المطار في تمام الساعه 7 مساء، ثم التوجه الى مطار جوهانسبرغ
هنكون هناك ان شاء الله يا امير. موعد اقلاع طائره النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 10 مساء، الوصول ان شاء الله هيكون الى القاهره في تمام الساعه 5:30 فجرا. غدا بمشيئه الله يا امير هيبقى اجازه لعيبه النادي الاهلي. يوم الثلاثاء باذن الله لعيبه النادي الاهلي هتبدا تستعد من جديد للقاء سموحه المنتظر، اقامته يوم الاربعاء. مش عارفين يا امير ان كان هيتم تاجيل المباراه او لا، لكن انا بقول لك من خلال من هنا من قناه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي مستعدين، الجميع مستعد، هننتظر نشوف ايه الصوره ايه الرؤيه. ولكن يا امير دي كانت كل الكواليس الخاصه ببعثه فريق للنادي الاهلي هنا في بريتوريا. اخر الاخبار واخر التفاصيل، انا موجود معاك يا امير لو في اي استفسار او اي تساؤل.